من المهم أن نسلط الضوء على دور المعسكرين الشرقي والغربي في ترويجهم المغلوط للنظرية الداروينية وأفكار ماركس، إذ أن هذا التداخل قد لعب دورا هاما في أن يتجاهل المسلمون مفهوم التطور. عندما قامت الحركة الشيوعية على يد لينين ومن بعده جوزيف ستالين في الاتحاد السوفيتي في بداية القرن الماضي، قام هذان الرجلان باستغلال سيئ الاسم داروين وماركس لترويج إلحادهم المعلن والذي فرض بقوة الحديد والنار على كل شعوب الاتحاد السوفيتي أنذاك. فقد نسب إلى داروين إثباته العلمي أنه لا يوجد خالق وأن الحياة بدأت وفقا لقانون التطور، الأمر الذي لم يدعيه داروين ولم يكن من ضمن أفكاره لا من قريب ولا من بعيد. بذات الخبط نسبوا إلى ماركس أنه دعا إلى منع دراسة الأديان لأنها أفيون الشعوب وتحول دون تقدم الإنسانية. الطريف في الأمر أن ماركس والذي ارتبط اسمه في أذهاننا بالإلحاد والشيوعية المندحرة ينحدر من أسرة يهودية ألمانية اعتنقت المسيحية، وقد كان مفكرا اقتصاديا طرح فلسفة للعدالة الاجتماعية استظهرت من نظرة ضيقة لإله الكنيسة. فلم يتردد ماركس في رفض ما قدمته الكنيسة باسم الله. ورغم أن ماركس كان رافضا لمفهوم الدين مطلقا، إلا أننا نعتقد أن كل الذين يتجرؤون على الرب في الغرب إنما يقصدون عن المفهوم المغلوط للدين الذي قدمته لهم الكنيسة، وليس بالضرورة أنهم سيرفضون الإسلام إذا قدم إليهم بصورة منطقية. أما مقولته الشهيرة في أن الدين أفيون الشعوب فقد اختلفت الرواية فيما قصده بها، ومن ثم تم استغلالها استغلالا سيئا من قبل لينين وستالين لتبرير قهرهم للمسلمين واليهود والنصارى في دول الاتحاد السوفيتي وفرض إلحادهم قسرا على أولئك. ماركس الذي مات كما مات داروين زمنا قبل ظهور الشيوعية دخل في حوارات مع أهل الأديان بطبيعة الحال، وكان رأيه مناقضا لما كانت الكنيسة تطرحه حين ذاك، وبالتالي أصبح رافضا لإله الكنيسة الذي يعرفه. في مقولته المشهورة يقال أنه كان يشير إلى أن الفقراء الذين لا تتحقق آمالهم في الدنيا يجدون في الإيمان بالرب وانتظار الجنة مسكنا لآلامهم في الدنيا كما يسكن الأفيون آلام الجسد. بقي أن يشير إلى أن كلمة أفيون التي لها وقع مقزز على آذاننا الآن كانت كلمة عادية في عهده ومجتمع ماركس، لأن الأفيون في زمان ماركس كان يباع في الصيدليات بلسما كما يباع الأسبرين في زماننا. إذن فماركس ربما لم يتهم الأديان بأنها تحطم حياة الشعوب كما تحطمها المخدرات حسب ما اختلفت الآراء في مقصده من تلك المقولة، وإنما أراد بكلمته تلك أن يشرح دور الدين في حياة الفقراء الذين يرجون عند الله ما لم يجدوا في الدنيا فتسكن آلامهم ويزداد صبرهم. رغم اعتراضه المبدئي على همنة رجال الدين وأفكارهم على مسار الحياة بناء على تجربته المريرة مع اليهودية والمسيحية المحرفتين، بعد أن أساء لينين وستالين لأقوام أقوال العالمين واستغلوا أفكارهم لفرض إلحادهم من غير وجه حق لقوة الحديد والنار، جاء الدور الخبيث للمعسكر الغربي في ترويج سلعته على حساب الشيوعية التي روجت إلحادها على حساب ماركس وداروين زورا وبوتان. حينما بدأ المعسكر الغربي هيمنته على الشرق الأوسط وبالذات بلاد المسلمين كانت ورقتهم الرابحة هي التقارب بين المسيحية الغربية والإسلام. من هذا المدخل روجت الاستخبارات الأمريكية أن الشيوعية خطر دائم على المسلمين والمسيحيين لأنها تقوم على نظريتي داروين وماركس الإلحاديتين، وبالتالي فمن الحكمة أن يتحالف المسلمون مع الغرب وأمريكا حماية لدينهم من انتشار الإلحاد الشيوعي. من هذا الباب وصل اسم داروين إلى بلاد المسلمين كداعية إلحاد أنكر وجود الخالق وأن أصل الإنسان قرب، الشيء الذي لم يدعيه داروين، والتصق ذلك أيضا باتهام ماركس بالدعوة لتحريم الأديان لأنها تحطم الشعوب كما يحطم الأفيون جسد الإنسان. وهكذا ابتلع المسلمون طعم الاستخبارات الأمريكية فنبذوا الشيوعية بصورة عنيفة، ونبذوا معها نظرية داروين العلمية التي تشرح كيف بدأ الله الخلق
وأفكار ماركس التي تدعو للعدالة الاجتماعية في توزيع الثروة، وارتموا بكل عمي في أحضان الأفيون الأمريكي الحقيقي الذي سممهم أيما تسمم، وما زالوا يستنشقونه بعد أن تم إدمان كل ألوان الأفيون الأمريكي حتى بعد زوال الاتحاد السوفيتي وانكشاف هذه الحقائق. موت داروين على الفطرة السليمة. ليس غريبا إذن أن السواد الأعظم من المسلمين علماء وعامة ممن يحلو لهم وصف داروين بالإلحاد لا يعرفون من هو داروين وماذا قال. فليس غريبا أبدا أن تجد من لا يستطيع التمييز بين داروين عالم الأحياء البريطاني المسيحي ولينين وستالين وغيره من أقطاب العقيدة الإلحادية الشيوعية السوفياتية. ولعل من العوامل الأساسية التي خلقت نفورا عاما لدى المسلمين مما طرحه داروين وبالتالي أدى إلى جهل وسذاجة في التعامل مع نظريته هو أن فكرة الإنسان أصله قرد، فكرة منفرة لمن يظن أن الإنسان خلق بقدرة الله كإنسان عاقل من أول يوم في شخص آدم، وبالتالي فإن الفكرة ترفض جملة وتفصيلا من غير دراسة، ومن ثم يوصف صاحبها بالإلحاد. على أن ذات المسلمين لو تدبروا القرآن لوجدوا أن أصل الإنسان في القرآن طين، وهذا أمر لا يدعو للتقزز وإنما للتدبر، بيد أن القرد كمخلوق له مستوى من الذكاء وكثير من القدرات أرقى مراحل كثيرة من مجرد طين. وآخرا وليس أخيرا، فإن داروين أصلا ما زعم أن أصل الإنسان قرد، ولا حتى ادعى أنه وصل لاكتشاف أصل الإنسان، بالإضافة إلى أن غير المسلم لا يكفر مرتين، وداروين أصلا لم يكن مسلما بالمعنى المفهوم لا قبل ولا بعد نظريته، وإنما كان مسيحيا قبلها. ولا يشك أحد أنه مات موحدا على الفطرة السليمة بعد أن رفض كل تناقضات الكتاب المقدس علنا ووجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض. هذا الرفض للكنيسة والعقيدة الثالوث هو الذي جعل الكنيسة تكفره. وكان الأجدر بالمسلمين أن ينظروا إلى ذلك بمعيار مختلف، آخذين في عين الاعتبار أن القرآن ذكر في مواقع كثيرة أن الله يري آياته للذين كفروا، كما في آية أن السماوات والأرض كانتا رتقا، الشيء الذي لا يقلل من قدر آيات الله الكونية وإن كان مكتشفها غير مسلم. ولعل من الأمانة هنا أن نسوق بعضا مما أدى إلى حكم الكنيسة على داروين بالكبر، أن أحد المفكرين النصارى دعاه إلى حوار ديني سنة 1880، فرد عليه داروين بهذه الكلمات: يا صديقي، أنا ما عدت أؤمن أن التوراة هو عين كلام الرب الذي خلق الكون، وما عدت أؤمن بأن عيسى ابن الله، لذلك لا أجد داعيا للحوار. هذا القول يؤكد أن داروين قد كفر في نظر الكنيسة، ولكنه بمنظور إسلامي قد رأى من آيات الله الكونية ما يجعله يرفض بالفطرة ما أضاف اليهود إلى كلام الله وما نسبوه إليه. وإن لم يتقدم إليه مسلم ليدله على القرآن ويفتح له ذراعيه، لأن قوله هذا يجعله بلا شك قد تقدم نحو الله أذرعا كثيرا، وإن كان قد صبأ في نظر الكنيسة. من خلال رحلتنا الطويلة في دراسة الأفكار الفلاسفة والعلماء حول قضية الخلق والتطور، درسنا الكثير عن حياة داروين ونشأته وتطور أفكاره، فما وجدنا إلا أن الرجل كان متدبرا في عظمة الخالق الحق وآياته الكونية، ولم يكن ملحدا أو باحثا لإثبات عدم وجود خالق كما يحلو للنصارى تصويره. هذا السلوك في تقديرنا يشابه سلوك كل من يرفض دين آبائه المتناقض بالفطرة السليمة ويبدأ رحلة البحث الطويلة عن الخالق الحق، الأمر الذي ينطبق على مفهوم ملة إبراهيم ورحلة البحث عن الحقيقة التي سنناقشها في التفصيل لاحقا. وقد يصاب الكثيرون بالدهشة إذا علموا أن فكرة التطور نفسها كان داروين قد اكتسبها من جده، والذي كان قد تعلمها من ترجمات ابن عربي وابن خلدون اللذين عاشا قرونا قبل عهد داروين، بل إن فكرة أن الحيوان الراقي كان مرحلة بين تطور النبات والإنسان كانت من أفكار ابن عربي وابن خلدون في زمان كانت فيه حرية الفكر متاحة بقدر ما كانت عقول وقلوب المسلمين مفتوحة للتدبر في أسرار الكون وعدمة خالق. نظرية داروين. من الأمانة العلمية أن نشير إلى أن نظرية داروين كأي نظرية علمية قد ثبتت أن فيها نقاط ضعف وحلقات مفقودة كثيرة، وليس حلقة واحدة كما كان يظن داروين، ولكن
كل تلك الحلقات المفقودة لا تشير إلى تدخل قدرة الله المباشرة للتحكم في مسار الخلق والتطور، الشيء الذي لا يعتمده العلم كحقيقة واقعية، وبالتالي تزداد الفجوات في النظرية كلما اتسعت دائرة المعرفة. طالما أصر علماء المادة أن التطور تم بصورة تلقائية في غياب خالق ومدبر للكون. من أهم الأسس التي ترتكز عليها نظرية التطور عند داروين ما يلي: أولاً، إن دراسة الأحياء تؤكد أنها تضم أنواعاً أعلى وأخرى أدنى، ابتداء من مخلوقات تتألف من خلية واحدة إلى حيوانات تتألف من ملايين الخلايا. ثانياً، بمقارنة هذه المعلومة مع المشاهدات والحقائق التي كشفتها الحفريات، نرى أن هناك ترتيباً ارتقائياً بحسب الزمن. فالحيوانات التي وجدت في الأرض قبل ملايين السنين كانت بسيطة التركيب، ثم ظهرت أنواع أكثر تعقيداً على مر الزمن. ثالثاً، النظام الجسماني لكل الأحياء متشابه جداً، إذ أنها جميعاً تتكون من ملايين الخلايا الحيوانية والنباتية ذات المواصفات الثابتة. وبناء على هذا الاكتشاف، يحتمل أن تكون كل الأجسام الحية منتهية إلى أسرة واحدة وأصلها من خلية واحدة. رابعاً، تتطور أجيال الأحياء والحيوانات نحو الأمام ونحو الأفضل للتعايش مع الطبيعة المتغيرة وفقاً لقانون الانتخاب الطبيعي. عندها تحدث فروقات في الحيوانات التي خرجت من أصل واحد، وهذه الفروقات تكبر بصورة مدهشة بعد ملايين السنين. وقانون الانتخاب الطبيعي يعني أنه في ظروف متشابهة، فإن الحيوانات الأقدر على المنافسة ومقاومة الأمراض وتحديات الطبيعة هي التي تستمر في التناسل لتحفظ العنصر، بينما الحيوانات الضعيفة من نفس النوع تنقرض. قامت أسس النظرية على بحوث أجريت على مخلفات مختلف الأحياء التي عثر عليها في حفريات أثرية ما زالت تجرى في أماكن متفرقة من العالم. ومن هذه الحفريات والبحوث استنتج علماء الطبيعة أن الإنسان تطور من حيوان أدنى، وتم تشبيهه بالقردة اليوم نسبة إلى أن عظامه دلت على أنه كان يمشي مكبر على وجهه وكان يتسلق الأشجار. ومن هنا جاء الافتراض الأول أن أصل الإنسان قرد. هذا الحيوان البدائي أو الشبيه بالقرد تطور مع مرور ملايين السنين، إذ لاحظ العلماء في كل مرحلة من مراحل التطور أن جمجمته تكبر، مما يدل عندهم على تطوره العقلي. وقد استطاع علماء الطبيعة إثبات عملية التطور لهذا الحيوان البدائي من غير مفاجآت عبر ملايين السنين، إلى أن وجدت معضلة لم يستطع أحد تفسيرها علميا حتى الآن. فقبل نحو حوالي 7000 سنة فقط، حدث تغيير مفاجئ في سلوكه وتغير إلى إنسان عاقل، من دون أن يكتشف العلماء إلى يومنا هذا السبب وراء هذا التغير والتطور الفجائي. ولأن هؤلاء العلماء أصلا لم يكن همهم هو إثبات عدم وجود خالق، علما بأن معظمهم كان من أهل الكتاب الذين يؤمنون بوجود خالق بصورة أو بأخرى، فقد قاموا بتسمية هذه القفزة بالحلقة المفقودة في نظرية داروين، أي أنهم قبلوا علميا أن أصل الإنسان العاقل مخلوقات أشبه بالقردة تطورت تدريجيا، لكنهم فشلوا في فهمه وتفسير الكيفية التي نقلت هذا المخلوق الذي تم تشبيهه بالقردة إلى إنسان عاقل. ولكنهم أثبتوا أن هذا التغيير تم بصورة فجائية مخالفة لقانون التطور الطبيعي الذي استغرق ملايين السنين في نقل المخلوق الأدنى من مرحلة المشي على أربعة إلى مرحلة تسلق الأشجار مثلا. هذه الخلاصة ما عادت ملكا لأحد، إذ أن تواتر الاكتشافات كله يشير إلى نفس النتيجة. ويمكن متابعة كثير من اكتشافات الحفريات القديمة التي أثبتت أن الإنسان بشكله الجسماني وهيكله العظمي قد تطور من حيوان يمشي على أربع ويتسلق الأشجار ويفترس الحيوانات، وذلك قبل ملايين السنين. ثم تطور واعتدل في مشيه وصار يمشي على اثنين، وقبل ما يقل عن 7000 سنة فقط وجد الإنسان العاقل. وحتى نكون منصفين لداروين كعالم وليس كداعية إلحاد، إذ أنه لم يدعو إلى إلحاد في نظريته، لا بد لنا أن نشير إلى أن نظرية التطور ليست نتاج بحث واحد أو فكرة رجل واحد، وإنما هي سلسلة متصلة من البحوث كلها تؤكد النظرية الأولى حتى بعد مضي ما يقارب القرن ونصف من عهد داروين.